بسم الله الرحمن الرحيم. قبل اي حاجه ممكن تنزل تحط لايك، معلش يعني ده طلب اخوي مني عشان ما اضحكش عليك. مع مباراه جوزيه مورينيو جاب فيها جون في اول دقيقه، تخيل بقى 89 دقيقه هيكونوا عاملين ازاي. اه يابا هيكون جايب لك الباص وراكن كل الميكروباصات اللي عنده في الفرقه قدام الجون وهندافع بقى. احنا جبنا جون في اول دقيقه، احنا بننزل من الملعب نعمل ايه؟ 3 4 2 3 1 3 4 1 2 كل خططنا جوه الملعب ان احنا ننزل نجيب الهدف الاول عشان خط نونو سانتوس مدرب رخم وولفرهامبتون فريق ارخم مننا. فلو ولفرهامبتون جاب الهدف الاول هيرجع يرخم وهيرجع تلاقيه قلبها 3 5 2. ولفرهامبتون النهارده 4 2 3 1. نونو سانتوس كان بيعتمد على ان والله جوزيه مورينيو يلعب 4 2 3 1 نعمل له كثافه جوه الملعب، كثافه بكثافه، تلاقي الماتش رخم هوبا وصل لتعادل، هوبا الجمهور اتبرع عليه 90 دقيقه. جوزيه مورينيو قال لك بس انا 3 3 4 2 3 1 ما كانتش راكبه معايا وخسرت بيها قدام ليفربول وخسرت قدام ليستر، انا محتاج اعمل تغييرات ومحتاج اعمل روتيشن، محتاج ان انا ارجع مادو هيرتي مكان سيرجيو رويلي بدا ان هو بدري انرهق تماما، فخلاص محتاج ان انا ادي لدوهرتي فرصه ومحتاج كمان ادي لرجلون فرصه، وكمان هلعب وراه بين ديفيدز وناحيه الشمال ورا رجلون، وهلعب كمان بيريك داير ورا مات دوهرتي، وهطير دوهرتي وهطير رجلون، وخصوصا كمان ان ولفرهامبتون سميدو عنده مشاكل دفاعيه كتير فهطير وراه رجلون. مفترض ان دي كانت خطه كويسه، واربعه وثلاثه اربعه واحد اثنين والواحد اللي تحت هاري كين وسون تانجين دومبي، وتانجين دومبي في الحاله الدفاعيه بيضم علشان خطه تبقى 3 5 2 وتقفل نص الملعب ونشتغل كثافه بكثافه بقى. المشكله كلها في ايه بالنسبه لنا كمشاهدين؟ ان الجون بتاع توتنهام جه بدري. ما الجون جه بدري قوي، ده في اول دقيقه تانجون دومبلي بيشوط اوبا جول، خلاص بقى عارفين ان احنا بنتفرج على مباراه عامله ازاي. مورينيو مرتدات، نونو سانتوس بيحاول ان هو يرجع في النتيجه عن طريق اداما تراوري اللي بقى له سنه ما بيجيبش جوان غير في مباراه مانشستر سيتي، اللي المعلم الاستاذ حسن عدروس قنعني بام الماتش يقول لك مفاجاه وابداع، اللي هو خلاص انت بتذل ابونا، ما خلاص الماتش خلص بقى لنا سنه بنحاول نبلعه، هتقعد تفكرنا النهارده بيه ليه؟ وقاعدين بقى نتفرج على المباراه ونشوف لعيبه ولفرهامبتون بتحاول تخترق الدرع الناري اللي حطه جوزيه مورينيو، ومع غياب خيمينيز عندهم مشاكل، سيلفا عنده مشاكل، اداما تراوري الراجل مش قادر، دانيال بولينسي تايه في نص الملعب، شايف ان في خناقه كده، لعيبه توتنهام عاملين كثافه في نص الملعب، الراجل مش عارف يستلم، الراجل كل ما يجي يستلم يلاقي هالي وينكس قدامه، ويجي يستلم يلاقي هولبرج قدامه، ويجي يستلم يلاقي داجي دومبلي راجع له من ورا، وهاري كين وسون طبيعي ان هم يكونوا مرهقين تماما بدنيا، وطبيعي ان هم يكونوا جابوا اخرهم لان الجدول مضغوط وصعب جدا انك تطلب منهم ان هم كل مباراه والله يا جماعه انتوا مجبرين انتوا تشيلوا الفرقه وتروح تجيبوا اهداف عشان خاطر تعملوا ثنائيه ذهبيه وتكسروا الارقام، لا الكلام ده مع احترامي ليك مش موجود غير في البلاي ستيشن، اللاعب اللي ما بيتعبش ده، حتى كمان الالعاب الجديده في البلاي ستيشن في لعيبه بتتعب في الكارير مود معاك، فطبيعي انك تلاقي هاري كين وسون جوه المباراه تعبوا، وجوه الدوري في المباراه 15 على التوالي تعبوا وبداوا يرهقوا تماما مع طريق جوزيه مورينيو، اللي كل الفرقه بترجع تدافع وكل الفرقه بترجع تعمل زون علشان خاطر المساحات ما تكونش بعيده عن بعض، فبتلاقي ان هاري كين وسون بيرهقوا تماما هجوميا ودفاعيا، فطبيعي انك تلاقيهم مباراه زي النهارده ومباراه زي ليستر عاملين اداء سيء جدا. بس المشكله اللي انا كنت بكلمك فيها كمشجع توتنهام هي فكره لما سون وكين يعطلوا ايه هيكون البديل الهجومي بتاعك؟ عشوائيه، وده اللي موجود في توتنهام. الشوط الاول بينتهي على 1-0، الشوط الثاني يلا عم جوزيه مورينيو هنيل ايه بقى؟ ما احنا مكملين شغلنا والشغل بتاعنا معروف، هنحاول ان احنا نطلع بالنتيجه زي ما هي. طب بالنسبه للهدف الثاني؟ لا ما الهدف الثاني بقى لو رجلون ربنا كرمه من انفرادات العمال راح على سيميدو دي يجيبها، ده شغل المدرب، اربعه ثلاثه اللي ورا دول ما بيعملوش اي حاجه غير ان هم بيسندوا رجلون ودوهرتي، دوهرتي لسه بيحاول يلاقي نفسه، هاري وينكس لعيب لسه برضه عنده شويه طراوه كده جوه الملعب، بتحس ان هو لعيب طري، خصوصا يعني انك تلاقي جو موتينيو الناحيه الثانيه، لا نص ملعب ولفرهامبتون استحواذ، نونو سانتوس عمل استحواذ النهارده والله بجد، نونو سانتوس عمل استحواذ وشايكين 6 كور على المرمى وتوتنهام شارك 3 كور على المرمى، وتحس ان انت بتتفرج على مباراه مين فيكم يا جماعه اللي هيهاجم التاني الاول؟ نونو ما كانش ناوي يهاجم، بس لما لبس الجون في اول دقيقه بقى مجبر انه يهاجم لان مورينيو قال له والله مش عايز انا الكوره في حاجه، خد انت الكوره وتعالى هاجمني. وفضلنا على الوضع ابن الجزمه ده، توتنهام يضيع ولفرهامبتون الكوره بتخبط في اللعيبه العشره اللي واقفين قدام منطقه الجزاء، والوضع كان سيء جدا لحد ما ربنا بيكرم رومان سايس او غانم سايس وبيقدر ان هو يجيب حرف التعادل علشان خاطر كل جمهور توتنهام اللي كان قاعد يقول لي بص هنتعادل والله انا شامم ريحه التعادل، احنا قاعدين دلوقتي سيبك من ليفربول وتعادل ليفربول ده وست بروميتش، وان احنا بنقول نحاول ان احنا ربنا يكرمنا ونغتنم الفرص، احنا عارفين ان مفيش فرقه بتاخد الدوري وهي بتدافع، ده كلام جمهور توتنهام، وسبحان الله يا اخي الواحد يقفل المحاسب من هنا تيجي تتفرج على المباراه من هنا تلاقي الجون بتاع التعادل جه، طب يلا بقى نحاول نجيب الهدف الثاني،
لا ما انا مؤاخذه كل اللعيبه مرهقين بدنيا، ومورينيو كان قلب الطريقه 4 2 3 1 قبل ما يلبس التعادل، فبعد ما لبس التعادل كان الموضوع بالنسبه له صعب جدا. بيرجواين لسه ما بيقدملوش اي اضافه، جاريس بيل ما تعرفش راح على فين وهو مصاب من غير ما بيلعب، والدنيا بالنسبه له عامله ازاي؟ ديلي الي ما بيلعبش ليه؟ حاجات كتيره قوي في توتنهام بتبدا تتكلم فيها لما الفرقه النتائج بتوعه، لما الفرقه ما بتكسبش. ما الفرقه كلها نتائج، لان انا قلت لك قبل كده مورينيو لما بيكسب لازم تشكر فيه، لما بيخسر بتقعد بقى ترجع تقول له الاداء سيء، الهجومين ما عندناش افكار ابداعيه، ما عندناش حد بيقدر يخلق فرص، الكلام ده بنقوله بس لما توتنهام يتعادل او يتغلب. بس انا للامانه كنت بقوله لك من زمان، بقول لك توتنهام هيعطل لما سون وهاري كين يبطلوا يعملوا الابداع اللي هم بيعملوه لنا. طبيعي ما فيش لاعب هيفضل الفورمه الذهبيه دي لمده 15 16 ماتش ورا بعض، طبيعي ان هم هيتزحلقوا، لما يتزحلقوا هيبان بقى قدراتك الهجوميه، ولما يتزحلقوا قدرات توتنهام الهجوميه كلها بتخبط في رجل بعض، فما فيش قدرات هجوميه ولا في اي حاجه بالنسبه لتوتنهام، وفي بس جمهور بيحلم ان هو ينافس على الدوري، وفي فرقه جوه الملعب كل اللي هي بتعمله ان هي بتحاول تجيب الهدف الاول. جبنا الهدف الاول نرجع ندافع ونستقفل اللعب ونلعب على المرتدات. طب مرتدات بلاعيبه مراهقين بدنيا ومراهقين ذهنيا هيعملوا ايه؟ ولا هيعملوا اي حاجه، هيوصلوا معاك لدرجه ان انت اول ما جه فيك الهدف بتاع التعادل خلاص اللعيبه وقعت منك، ما بقاش مفترض ان انت قادر تقدم اي حاجه، حتى كمان كنت ممكن تخسر المباراه لولا ان الراجل ربنا كرمه بيغمض عينه قدام هوجو لوريس في الكره اللي لعبها بدماغه بعد احراز الهدف، وبتلاقي فجاه ان المباراه طلعت 1-1، وتلاقي ان انت ما استفدتش اي حاجه من تعادل ليفربول قدام وست بروميتش عشان خاطر توتنهام هو ده اللي في البتاع. عارف ان كلامي ممكن ما يعجبكش كمشجع توتنهام، بس والله يا صديقي هو مورينيو كده، وقلتها لك الفيديو اللي فات، لما بيكسب وبنقول ان الراجل نوعا ما شخصيه دفاعيه كويسه والشخصيه الهجوميه كده كده عند هاري كين وعند سون وعند لاميلا وعند مورا وعند ديلي الي، مش محتاجين ان انت تديهم شخصيه هجوميه، الفرقه محتاجه شخصيه دفاعيه، بس المشكله ان مورينيو طغى في الشخصيه الدفاعيه زياده عن اللزوم، والشخصيه الدفاعيه لما طغت الهجوميه راحت في خبر كان. الفيديو طويل قوي صح، ومكانت مباراه من هي اللي ب 60 هيله، فممكن تعمل لايك، اعمل لايك والله لو عايز يعني.